ثورة مظلومين، ولكن في نيويورك هذه المرة الآلاف من الأمريكيين من أصول يمنية ومعهم الآلاف من العرب الأمريكيين تجمعوا هنا بحي بروكلين الشهير في أكبر مدينة في العالم في تظاهرة احتجاجية ضد قرارات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن الهجرة. مئات العالقين يواجهون مأساة إنسانية حقيقية نتيجة عدم قدرتهم على الدخول إلى أمريكا والالتحاق بعائلاتهم، مشهد لم تألفه أمريكا التي تتصدر قائمة البلدان المستقبلة للمهاجرين من كل أنحاء العالم. عشرات المحلات أغلقت أبوابها تزامنا مع التجمع الكبير لليمنيين وسط إصرار على إيصال صوتهم إلى الرئيس في مشهد قل أن يستثير هذا القدر من المشاعر المناهضة لانتهاكات العدالة والحريات في بلد الحريات. الصدمة من تداعيات قرار الرئيس ترامب ما تزال تسيطر على معظم اليمنيين الذين رأوا في هذا القرار مناهضة صريحة للقيم الأمريكية التي تربوا عليها. أنا تربيت في البلاد هذه، درست فيها، تعلمت فيها، وعملت أشياء كثيرة فيها، وعلمتني البلاد هذه الحرية، وعلمت لي الصح من الغلط، وعلمتني كيف الناس كلهم يكونوا سواء. توحدت الرايات خلف هذا القلق الذي صدرته قرارات ترامب لهؤلاء، فقضية كهذه أخذت أبعادا إنسانية وسياسية ولمست هويتهم المشتركة التي لا يمكن أن تتشظى هذه المرة لدواعي مناطقية أو أجندات سياسية مرحلية. يجب عليه أن يتذكر، نحن الآن في 2017، ما يعمله الآن كان شيئا من الماضي. الكثير من ثورات العالم حدثت بسبب قرارات مثل هذه، يجب علينا أن نحمي أنفسنا ونكون يدا واحدة. وكما ترى الآن كل المجتمع هنا من العرب والمسيحيين والمسلمين واليهود سيكونون اليوم يدا واحدة ضد هذه القرارات. تظاهرات اليمنيين والعرب ضجت بها هذه الساحات وأوصلت رسالتها إلى أبعد مدى، وبقي أن تصل إلى البيت الأبيض حيث يقطن ترامب صاحب القرار المثير للجدل.